يأتي شهر رمضان المبارك هذا العام، ولا تزال جائحة كورونا تخيم على العالم للسنة الثانية وسط إجراءات احترازية دولية للوقاية منه. المطاعم السورية التي انتشرت هنا في العاصمة العمانية مسقط في السنوات الماضية ولاقت مميزا من الجميع، تحرص على تجهيز الموائد السورية والطبخات التي تعود عليها السوريون والعمانيون والجاليات العربية ليضيفوها لموائدهم في الشهر الفضيل، حيث يؤكدون على تميز هذه الأكلات التي أضيفت لإفطارهم وكذلك المشروبات والحلويات الرمضانية. بالنسبة للأكل السوري شيء جميل جدا وتعلمنا أشياء كثيرة جدا منه. أما بالنسبة لرمضان إن شاء الله راح نضيف الحلويات السورية على المائدة والقهوة السورية، شيء طيب تعلمناه هنا معاهم في المطعم. كل عام وانتم بخير، نتمنى لكم ان شاء الله رمضان خير. اول شيء بنعيد على اخواننا في عمان، في سلطنه عمان، وعلى اهل سوريا برضو كل عام وانتم بخير بمناسبه شهر رمضان المبارك. بنعاد على الجميع بالخير والبركه ان شاء الله. وبالمناسبه هذه احنا موجودين في مطعم سوري، طبعا اكيد 100% الاكل السوري له خلينا نحكي النكهة الخاصة اللي بتميزه عن كثير من النكهات العربية، وهذا أصلاً جربناه في سوريا قبل ما نجربه في عمان، وحتى في دول كثيرة تنقلنا فيها، فكان في دائماً ميزة خاصة بالأكل السوري، بتحس إنه معمول بالنفس، وهذا اللي بنقدر نحكي عنه. بالنسبة للمطعم الجميل هذا بديكوراته وبالموظفين اللي موجودين فيه، كل عام وانتم بألف خير بمناسبة شهر رمضان المبارك من عيد الأمة العربية والإسلامية. وطبعا بالنسبة للأكل السوري، طبعا احنا معروف الأكل السوري في كل أنحاء العالم صفى، مش بس بالدول العربية. حبوا تقاليدنا، أعرافنا، ضفناهم على طريقة تقديمنا للمأكولات، للحلويات الشامية. نحن بصراحة انبهرنا بوجودنا هون بالسلطنة، وتفاجأنا بالإقبال الكبير، يعني في قبول، في إيجابية من الشعب العماني، حبوا الأكل، حبوا الأكلات السورية. هذا الشيء بيرجع للتراث السوري، ومقدرتنا الحمد لله نخليه قريب من عاداتهم ومن تقاليدهم بالسلطنة. يحرص أغلب الناس هنا على تذوق الأكل السوري وإضافته لوجبة الإفطار في الشهر الفضيل نظراً للتميز الذي يتمتع به. سومر العلي، الأخبارية السورية، مسقط.